أما بداية حلقتنا لليوم، سبق وذكرنا رح نحكي شوي عن الجمال مع مروة فرشوخ، هي مس أرب لعام 2023. اليوم رح نتعرف على بورتريه مروة الفائزة باللقب، وهي خريجة إدارة الأعمال. حكيتها مع المسابقة. أهلا وسهلا فيكي أهلا مروة، فيكي وألف مبروك. حبيبتي، الله يبارك فيكي يا قلبي. أهلا وسهلا مروة. بداية حابين نتعرف عليك قبل ما تحمل اللقب، أكيد. دراستك، كيف بتقضي أيامك، قد إيه أنتو سوشيال ميديا، وقد إيه أنتو عالم الجمال لو وصلت لتقدمي بالمسابقة. أول شي بونسوار، تاني شي أنا بنت عمري 20 سنة، دراستي هي إدارة أعمال، تالت سنة أكيد. بقضي حياتي تقريبا، هلا عم بحكي قبل اللقب، انا ضلني يعني ظهراتي في كل شيء له وقت، ضلني اكثر شيء على السوشيال ميديا، وبحب كتير اعتني بالجمال وبطلتي وبكل شيء اكيد. نعم. العنوان العريض للمسابقه مروه هو مس اليجنس يونيفرس. صحيح. بدي اعرف منك تفاصيل، كيف دخلتي على هذه المسابقه، مين شجعك، ووقتها كنت يمكن على الستيج بين كل هالصبايا، شو كان شعورك؟ اول شيء كنت انا عم تابع السوشيال ميديا، انا طبعا حكيت وقلت انه انا بتابع كتير سوشيال ميديا، فمرقت علي دعايه هي مس اليجنس يونيفرس، فتت وشفت التفاصيل ودقيت واستقرت شو امورها وشو هيك، نزلت وحكينا وقالوا لي انه بهيدا التاريخ هو الاحتفال، فنزلت وقدمت. كان على الستيج كل البنات، كانت هي تقريبا شي 13 بنت، 18 هيك شيء، من كل الدول. كان شعوري كتير حلو عن جد، يعني هو انا يعني انا بتمنى لكل البنات الدول العربيه تحصل على هذا اللقب عن جد، او هو على كتير الاقل حلو تخوض التجربه، لانه تجربه كتير حلوه. بالنهايه ايه. في صحيح، فيها شخص بوش واحد للحياه بحياتها. كمان ايه، واللي شجعني اكثر شيء والدي واهلي ومحبيني كلهم. عادة ما كتير الأهل بيشجعوا لهيك نوع من لا أنا المسابقات، أهلي. صح. محظوظة أكيد، وطبعا فخورين فيك بيكونوا. بدي أعرف منك مروة، شو كانت الشروطات لحتى تنقبلي بالمسابقة؟ على شو ركزوا أكتر شيء؟ هلا هني ما ركزوا، يعني ما في كتير شروط معينة، ولكن كان إنه مثلا هلا ما فيني أقول لك الطول، لا، لأنه أنا أوريدي أصلا طويلة. كان انه اكثر شيء تكون البنت عندها ثقه بحالها، انه بس تطلعي كوني انت قد حالك، يعني ما تستحي، ما تتلبكي، يعني مثلا انت كل يعني بنت كاركتر وبرسوناليتي اكثر شيء. كل بنت كان لها لقب، بس انه كانوا يقولوا لنا انه ما تزعلي اذا هيدي اخذت اللقب تاعك او هيدي اخذت، خلص كونوا كلكم فريندز واخوه. وكان هذا هو الشروط، يعني ما في شروط معينة. خلينا نقول إنه المنافسة كانت شريفة، ويمكن كمان هالمسابقات الجمال بتعلم الروح الرياضية للصبايا. صحيح. إنه يتقبلوا الخسارة والربح كمان. صحيح. بنفس الوقت بدي أعرف منك مروة، بعد نيلك هيدا اللقب، شو النشاطات اللي حابة تعمليها، أهدافك من خلال هيدا اللقب؟ هلأ هو أنا أهدافك، أنا قبل ما أكون ملكة أنا بحب كتير سوشيال ميديا، يعني بحب كون موديلينج، بحب صور إعلانات شي خاصة بالبيوتي، هالقصص أنا كتير بحبها. سو هلا إن شاء الله شوي عن شوي عم بيفتح لي أبواب كتير هيدا اللقب، وإن شاء الله يعني عم صور هلا حاليا فساتين، عم صور ميك اب، يعني موديلينج شوي شوي عم بحقق حلم اللي أنا كان بدي أوصل له. أوكي، خلينا نشوف من الحفل نهار تتويجك. أوكي. مشاهد مروة، بنرجع منبارك لك أكيد، وإذا بدك هيك ترجعي لورا شوي وتتذكري هيدي اللحظات حتى قبل التتويج، قديه كنت على ثقة إنه راح تفوزي باللقب، أو كان في يمكن شوية هيك؟ هلا كان في شوية خوف، ما حكذب عليك، كان في شوية خوف. إيه، أنا أول شيء أنا هيدا أول شيء بعمله بحياتي، عرفتي؟ يعني أنا كان كل حياتي دراستي، أهلي، رفقاتي، هيك، ما كان عندي هيدا التفكير إنه روح لهيدا المرحلة. هي كانت كتير حلوة، كان في تلبك، إيه أكيد كان في، بس الحمد لله كنت أتحالي
وحكي بي ودعمه لألي هو وأمي خلاني خلص أقوى أكتر وأكتر. صح. الحمد لله أنه الله وفقك ونلت اللقب. اليوم طبعاً مثل ما ذكرت البويب بتنفتح بس يصير الصبية عندها لقب جمالة. صحيح. ذكرت أنك عم بتصوري إعلانات كموديل وإلى آخره، بس ما حابة مثلاً تفوتي إلى معترك مثلاً الإعلام، التمثيل، دراما؟ هلأ إعلام بحب، بس أما الباقيين بحب بس ما كتير. يعني أنا كتير بميل للسوشيال ميديا، التصوير، إعلام، إيه بحب هيك. أنا بالإجمالاً أنا بحب كتير وجهي، صور قصص ميك اب، صور فساتين، أعمل دعايات، هيك بحب. وبيلبق لك على فوق وجهك فوتوجينيك. ثانك يو يا عمري، ثانك يو. إيه فال يعني الحمد لله، إن شاء الله من نجاح لنجاح يمشي الحال إن شاء الله. مروة، غير الأهل والأصدقاء، من مين عم يجي الدعم والتشجيع؟ من أشخاص يمكن يقدروا يدفشوك لقدام؟ إذا بدنا نحكي حتى بلجنة الحكم، مين كانت لجنة الحكم، أعضاء اللجنة؟ هل من أشخاص وعدوك بأنه رح يساعدوك أو شافوا فيك شيء معين مثلا؟ هلا أنا بدي وجه تحية لأستاذ زكريا فحام، ونحن كمان نحية أستاذ زكريا. أستاذ زكريا أستاذ زكريا كان داعم الكبير من بعد بابا. عن جد أنا بوجه له كامل التحية. مكفى وموفى زكريا، إذا مستلميك غمض عيونك وعلى ثقة. يعني هو أكتر شيء كان بين اللجنة عم يدعمني صراحة يعني. وفي رفقات اللي كانوا بالمشتركين وهيك. مين بعد كان في باللجنة؟ صراحة ما حافظة كامل الأسماء، ولكن أنا أكتر شيء أستاذ زكريا هو التوب عندي يعني. على كل منوجه له تحية. وزكريا من الإعلاميين يعني هيك اللي بيصيبوا عندهم عين ثاقبة. خلينا نقول مروة، بدي أعرف منك، عملت علاقات صداقات من وراء هاللقب الجمالي مع الصبايا، مع المشاركين؟ ايه أكيد عملت، صار عندي أصدقاء من المشتركين، من اللي كانوا بحكي معهم، بنتواصل مع بعض. هني كل واحدة بدول، يعني كل واحدة بدولة. ايه بنتواصل، صار عندي تعارف أكتر وأكتر. يعني أنا كنت ما كتير أعرف الناس، عرفتي؟ سو من بعد هذا اللقب لا، تعرفت على أشخاص، شفت الحياة أكتر. يعني شفت أنه كل شغل له عالمه المفضل، عرفتي؟ تعرفتي على ثقافات هول البنات، لأنه ذكرت أنه هن من عدد من الدول. نعم. العربية. ايه. على حضاراتهم، أكلهم. في نصهم موديلينج، في نصهم عندهم شغلهم الخاص، بزنس. في بس أنا أكتر، يعني أكتر البنات هي واحدة من فلسطين والتانية من الأردن، وفي برازيلية كمان، بس لكن أنا فلسطين وأردن كتير يعني تفقت معهم. ايه كتير. كان لهم شغلهم الخاص، واحدة موديلينج والتانية كمان موديل، بس على بزنس كمان، عندها شغلة بزنس. قبل اللقب ومن بعده، شو اللي تغير فيك على صعيد شخصي؟ تغير كتير قصص عن جد. هلأ أنا قبل ما أحصل على هذا اللقب أكيد هلأ أنا كنت شايفة حالي حلوة الحمد لله يعني. بس من بعد هذا اللقب صار عندي ثقة بنفسي أكتر، صرت أنه هو معنوي كمان، هو انتبه طبعاً. هو كمان معنوي أكتر من ما أنه أنا طبعاً. والله وأنا أتمنى، برجع بقولها، بتمنى لكل البنات ولحضرتكم إن شاء الله بتحصلوا على أكتر من هيك لقب. بس بيتغير كتير قصص بالبنات عن جد، كشخصيتها بتقوى. خلص بيصير عندها حياتها الشخصية، هي شو ما بدها تعمل، شغلها الخاص لإلها. هون الاستفادة الأكبر يمكن، لأنه الجمال، يعني كنا عم نحكي أنه حتى كيف نحارب الشيخوخة من كل النواحي، ولكن كل شيء معنوي هو اللي رح تحمليه معك يعني لآخر العمر. مروة، اليوم بعد هذا اللقب، وقلنا أنه دخلنا يمكن لمعتركات كتير خلينا نقول من الموديلينج وغيرها، بس ما بتحس اليوم كمس أنه لازم يكون عندك مثلاً هدف اجتماعي، هدف يمكن تهتم يمكن بموضوع اجتماعي أكتر؟ بلا، بالعكس أنا كتير بحب هذا الشيء، بحب أنه أهتم كمواضيع شخصية. بحب مثلاً غير الموديلينج كمان، بحب انتبه، أنا بحب أنه يكون
مثلا انه يكون عندي بزنس لالي، مش ضروري انه بس صور موديلينج او انه بس سوشيال ميديا. نو انا قصدي اجتماعي مثلا، يكون هدفك مثلا تساعدي ما بعرف جمعيات قصص انسانيه، اولاد صغار اطفال. هيدي اكيد، هيدي لا يعني هيدي لا ما في مهرب منها. انا كثير بحب مبلا انه يكون في جمعيه خيريه، بحب انا ساعد. نحنا منحب، أنا كتير خصوصا أنا بنت كتير بحب ساعد أشخاص ما قادرة، عن جد بحب كتير، بقول إنه لوجه الله تعالى، وهذا الشيء كمان منيح لإلي طبعا. فبالعكس كتير بحب مبلا ساعد أشخاص محتاجة، وإن شاء الله قد ما بقدر ساعد إن شاء الله ما بقصر أكيد إن شاء الله. شايفتك كتير من دفعة لهيدا العالم الجديد، ممكن يأثر على دراستك ولا مكفي؟ لا اكيد مكفي ان شاء الله. عامله هيدا الشيء يعني، عامله تنتينات نفس الشيء. ايه ان شاء الله. ان شاء الله. امتى بتتخرجي مروه؟ ان شاء الله هيدي السنه. هانت. ان شاء الله. وشكلك حتديري اعمالك انت شخصيا، بما انه عم تدرسي اداره اعمال. فنوني فور مانجر، خلينا نقول ان شاء الله. ايه. اوكي مروه، اليوم الصبيه بس تاخد لقب جماله كثير بتتعرض اوقات لانتقادات او حتى لغيره، خلينا نقول، او اشاعات كتير. وكتير هالامور. قدي اليوم انت محصنه نفسك؟ أنا كتير أنا مرقت بفترة، من شي فترة معينة اسمع إنه مروة أنت كتير شايفة حالك، مروة كذا، بس نو أنا أقل الناس، أنا عن جد أقل الناس، وأنا مني يعني أنا ما بشوف حالي، لأنه ما في حد أحسن من حدا. بعدين إن شاء الله كل البنات بتحصل، وكل البنات عن جد يعني بتحس اللي أنا عم بحسه. وكتير تعرضت لانقدر يعني لتنمر كتير، انه شو يعني مس عرب انه انت كتير عم تشوفي حالك؟ لا انا ما عم شوف حالي، بالعكس، بس انا على هذا يعني على هذا الدومين وعلى هذا اللقب انا ماشيه، بس بالعكس عندي ثقه كتير بنفسي. وعلى كلن انا بضلني بقول انا بعرف مين انا، وانا اقل الناس، يعني انا ما فيني اشوف حالي على حدا، بالعكس هذا الثقة، وفخورة بنفسي أكيد. هذه ضريبة النجاح خلينا نقول. إيه عن جد ضريبة النجاح. إيه فبالعكس أنا بقول لك كل البنات اللي بتتعرض لأي شيء يكون عندها ثقة بنفسها هي شو. يعني أنا ما فيني أسمع لفلان إنه قال لي والله أنت شايفة حالك، يعني أنا شايفة حالي. نو أنا أقل الناس، وأنا عندي ثقة بنفسي مين أنا. مروة فرشوخ، بيبقى نقول لك best of luck بكل الخطوات الجاية القادمة، ومبروك كمان مرة. well deserved، موفقة وانبسطنا فيك. حبيبتي وأنا كمان يا عمري. thank you. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصلوا على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.